تعد المدينة القديمة، مدينة الموصل القديمة، هي لبنة الموصل الحاضرة، وبنفس الوقت الجامع النوري وميدانتها وقلب هذه المدينة. من هذا المنطلق نجد أن كثير من الناحية الرسمية والناحية الشعبية وغيرها مهتمين بهذا المجال. حقيقة أنه نأتي إلى التأخير له أسباب لا نريد أن نبرر، لكن يجب أن نكون أمينين ونقد بناء. قبل كل شيء وضع الحجر الأساس لإعادة بناء وبعدين أي اتفاق ما موجود، فكيف تحسب هذه المدة على الجهة المنفذة؟ هذه واحدة. ثانيا، كان بعد أنه التأمين الأمان من ناحية متفجرات وما شابه ذلك، كان جاري العمل من جهة الأمنية المختصة للعمل بذلك، هذه أيضا كان احتاجت إلى وقت. عندنا ناحية أخرى أن هذا المبنى ولا سيما ميدانتها كثير من النواحي الإنشائية الهندسية تحتاج إلى تثبيت، لأن هاي الميدنة الذي ارتفاعها أكثر من 50 متر ومواد إنشائية متعددة وطاولة عمرها عاديات الزمن 850 سنة، إذا أصبحت من المباني الداعمة لذاتها. إذا يجب أن نعمل قاعدة، هذه القاعدة حقيقة تكون مرتكزة لحمل ما فوقها من أقسام الميدنة الأخرى. فضلا عن ذلك جائحة كورونا، أنا لا أريد أن أبرر للجهة المنفذة، هذا أيضا ناحية أخرى. بالإضافة إلى هذا، أثناء فحص التربة وخاصة الأساس الذي يكون تحت الأرض، ظهرت كثير من الأمور، فجوات ومواد مختلفة الكثافة ومختلفة القوة وما شابه هذا. إذا كل هذه العوامل حقيقة أدت إلى تأخير العمل. ومع هذا أنا على الرغم من هذه التي ذكرتها وهي يعني نواحي علمية وغيرها بدون وليس تبرير، لكن أجد أنه نوع من التأخير في العمل. المجتمع المدني أو المواطن الموصلي يريد أن يعرف أين وصل العمل. يجب أن تعرف كل فترة أو كل مدة اليونسكو تعرف بمدى وصول العمل. مع هذا نجد أنه الآن الأساس اكتمل، علما أن هذه الميدنة ليس من الناحية الإنشائية فقط الهندسية، وإنما الناحية الفنية. يعني الزخارف التي بعثرت أثناء الانفجار 24 ألف قطعة، كلها صنفت وتحت الآن إلى إعادتها في أماكنها، وبنفس الوقت إكمال النواقص منها. طبعا هذه بالنسبة للميدنة. بالنسبة للجامع، حقيقة الأعمدة في أثناء إعادة البناء في فترات سابقة وعدت في صورة مرتبكة، خاصة الآيات القرآنية، وشفت بعض الأعمدة الذي وعيد أنه إكمالها كان صحيحة جدا. يعني أنا بالعكس مستبشر ومسرور، ما لكون أنه أعيدت هذه إلى ما كانت عليه، وإنما عندنا فنانين وشباب تمكنوا أن ينهضوا بذلك. إذن هذا أعتقد الذي أدى أو الأسباب الذي أدت إلى التأخير. فإذا تحتاج إلى دقة في العمل وإلى تأني في العمل لكي نرى شيئا يعني يبشر بالخير.